الجفاف وانحسار المراعي وقابلها ارتفاع أسعار الأعلاف أسباب دفعت من مربي المواشي في نينوى إلى بيع جزء كبير من ماشيتهم والإبقاء على جزء منها لسد العجز المالي الذي سببه ارتفاع أسعار الأعلاف. العلف والله غالي، العلف من 600 وفوق، والناس بهدلت بدون علف. الغنامة خطية، قال العلف قال عليهم، ولا الحليب شغل الآن علف ماكو، ما حد ينتعلف، الغنم جوعانة تعبانة، والمفروض الدولة تدعمنا، تدعم الغنامة، تدعمهم بعلف، تنطيهم. العالم تعبانة، شي بيتا يشتري علف. لم تقتصر آثار الجفاف على ارتفاع أسعار الأعلاف فحسب، بل كان لها دور كبير في هجرة جماعية لمربي الماشية إلى المدن، مؤشر سجل لدى مربي ثروة الحيوانية في نينوى الذين طالبوا بتكثيف الرقابة على أسعار الأعلاف للسيطرة عليها. العلف غالي، والعالم يعني عتنزل حلالة تبيعه، يعني على مود العلف غالي، ولا لو ما العلف غالي العالم ما السوق، يعني على مود العلف غالي العالم عتنزل حلالة تبيعها. الأسعار يعني الزوج ما سوى، أكو 500، أكو 300، أكو 400، كل شيء بسعره. وسجلت اللحوم الحمراء ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بالآونة الأخيرة جراء ارتفاع أسعار المواشي، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من 8000 دينار إلى 10000 دينار. اللحم كان كيلو ب 8000 دينار، كان المواطن ياكله، هسه الكيلو ب 10000 دينار. السبب عيسدون الحدود وعيغلون اللحم التجار ويلعبون بالمواطن بكيفهم. الشعير غلى، كان الطن الشعير ب 300000، هسه الطن الشعير ب 600000. وتتجه أنظار مربي المواشي صوب الحكومة لإيجاد حلول تحافظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية التي تشكل عموداً من أعمدة الاقتصاد الوطني. عمر أزيد، وان نيوز، الموصل.